مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مساحه الارصاد الجويه ترتقب لظاهره اليوم بحول لا تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزله نحو الهضاب العليا قد تنتقل ليلا نحو السواحل الغربيه وكذلك الوسطى تبقى اجواء صيفيه بامتياز المناطق الجنوبيه ستشهد اجواء مغشاه على العموم بشمال الصحراء بالصحراء الوسطى باقصى الجنوب مرتفعات الهجر والتاسيلي حتى بالجنوب الشرقي والجنوب الغربي تكون مرفوقه ببعض الخلايا الرعدية نحو منطقة الجنوب الغربي لغايه اقصى الجنوب حتى بمرتفعات الهوجار التاسيلي وكذلك بالجنوب الشرقي لما نقول رعود احتمال امطار محليه زوابع رمليه ستشهدها مناطق اقصى الجنوب الصحراء الوسطى والجنوب الشرقي درجات الحراره القصوى خلال ظهيره اليوم فصليه مقاييس ما بين 33 الى 35 درجه بالسواحل ترتفع بالمناطق الداخليه 38 درجه بقسنطينه بخنشلا كذلك بتلمسان 40 درجه بتيزي والبويرة تصل إلى 42 درجة بسعيدة بتيارة عين دفلة وغليزان أه نفس المقياس جنوبا بغردايا بالأغواط كذلك بإناميناس وإليزي في حدود 44 درجة بالواد المغير ثلاثة 43 درجة ببشار 48 درجة ستكون كعلى مقياس بتيندوف دوف وابن عباس وتتراوح ما بين 44 إلى 47 درجة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب الحرارة الدنيا خلال ليلة اليوم تكون دافئه ما بين 20 الى 22 درجه بالسواحل في حدود 24 درجه باغلب المناطق الداخليه لتصل الى 26 الى غايه كذلك 27 درجه بين البيض والجلفه 32 درجه بمنطقه الواحات 31 درجه بإليزي بجنات بإن صالح كذلك ببشر ببرج مختار و33 درجه ستكون كعلى مقياس هذه المره بانجزاب للملاحة والصيد البحري البحر سيكون خلال نهار اليوم قليل الاضطراب تقريبا على كل سواحل التموجات تكون أكثر نحو سواحل الوسطى والشرقية الراية من خضراء إلى برتقالية بسواحل الغربية وبرتقالية بسواحل الوسطى والشرقية الرياح من ضعيفة إلى معتدلة تتنا ضمن تيارات شرقية تماما بسواحل الوسطى ومتغيرة الاتجاهات بسواحل الغربية والشرقية درجة حرارة مياه البحر تقارب 26 درجة مئوية عن وقت غروب الشمس نهار اليوم على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة السابعة مساء و58 دقيقة مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة جمعة مباركة وإلى اللقاء